موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. أكدت ثريا مشيرب شقيقة الشيخ عبد الرزاق مشيرب تمكن العائلة الثلاثاء من زيارة الشيخ في مقر احتجازه بعد يوم من تسلمهم الزيارة من مكتب النائب العام. وأوضحت ثريا للنبأ أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من قوة الردع لزيارة للشيخ، وأنهم ذهبوا إلى قاعدة معيتيغا لرؤيته، مشيرة إلى أن الشيخ عبد الرزاق بصحة جيدة ولا يوجد عليه أي آثار للتعذيب، مؤكدة في الوقت ذاته منع دخول الملابس ودواء مرض السكري حتى الآن. يشار إلى أن قوة الردع الخاصة كانت قد أقرت في وقت سابق باحتجاز الشيخ في سجونها منذ أكثر من أسبوع دون إبداء أسباب الاعتقال حتى هذه اللحظة. طالبت إدارة مستشفى الوحدة بمدينة درنة من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة بمخاطبة الجهات المسؤولة والجهات الأمنية بتسهيل عملية توفير الوقود لاستخدامه في تشغيل المحركات الكهربائية والأدوية للمستشفى. وأكدت إدارة المستشفى في بيان لها الاثنين أنها تخلي مسؤوليتها عن أي عجز في هذه المواد، مضيفة أن أزمتها مضاعفة حيث أن ما تتحصل عليه من مناطق البلاد لا يسمح بدخولها من قبل البوابات المحيطة بالمدينة، إضافة إلى ما تعانيه من نقص في مادة البنزين التي تستخدم في المحركات الكهربائية بما فيها قسم الكلى ومخازن الأدوية والمستلزمات التي تدار لهذه المولدات، وكذلك نقص مادة الأكسجين التي يستخدمها عدد كبير من المرضى والذي يهدد بكارثة خشية عدم وصوله حسب نص البيان. أكد مصدر طبي بمستشفى جلاء في بنغازي مقتل 3 مدنيين جراء انفجار لغم أرضي بالصابر الثلاثاء. المصدر قال للنبأ أن اللغم انفجر في الشبان الثلاثة أثناء دخولهم لأحد المباني العامة في الصابر، مشيرا إلى أنهم فارقوا الحياة قبل وصولهم للمستشفى. قدم عضو المجلس البلدي صبراتة أبو القاسم كرير استقالته من المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة بالمدينة. وقال كرير في تصريح نشرته صفحة رسمية للمجلس البلدي صبراتة إن الاستقالة جاءت بسبب عزل المجلس عن حماية المدينة وتوفير سبل الراحة والعمل لأهلها على حد قوله. وأضاف كرير أن المجلس عجز عن إدراك ما تمر به المدينة وشهد على تدميرها وتهجير سكانها، واتهم أنه وراء الأزمات والمشاكل التي عصفت بها وفق قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.